أريد أن أبدأ الدعوة إلى الله بقدر أريد أن أبدأ الدعوة إلى الله بقدر الإمكان، فماذا تنصحونني؟ لا تدعو إلى الله إلا بعلم، تعلم أول، أدعو إلى الله على بصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا تستطيع هذه الأمور إلا بالتعلم، تعلم قبل أن تدعو. نعم.